أذن على بركة الله وتوفيق مشاهدينا متابعي الكرام، نسير بمتابعة أشواطنا بحفظ من الله وتوفيق. يسير الشوط الثاني مسجلا عن طريق الأبكار المهجرات الأصيل في الثنايا. المشاركة عود بالتهاني والناموس عن طريق الهبيبة الذي قدمت عطش كان عليه، وتهانينا لمالك محمد بن مطر بن محمد الرميذي. شكرا لمخادم على هذا الإبداع المتميز. الشوط الثاني لا يقل همية عن الشوط الأول، ينطلق بمشاركة جميلة وأسماء تشارك من هذا الميدان ومن كل حذب وصوب. أسير مباشرة مع الشاهنية على الانطلاق الأول، مسيطرة بفارق جميل. خميس بن عيسى بن سعيد المنصوري يتولى الصدارة. أما المركز الثاني لنا عودة مع المركز الثاني، تأتي هناك المتابعة بقيادة عامر بن محمد بن عامر المنصوري الذي يتولى لنا المسار الثالث، تحمل رقم ثلاثة بالانطلاق، ولكن نعود إلى مركزنا الرابع. العودة جميلة بالمتابعة، نسير 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 مع هذا الإشعار. عندك يا الرميذي الذي يتولى لنا هذا الإشعار الجميل والمتميز من خلل المتابعة والتحرك، يأتي على غنم وساق بقيادة هناك محمد بن عبد بن أحمد بن عبد الله الرميذي، حاملة رقم ستة هي منصورة. قدومها جميل للغاية وتحرك رائع على المستوى الثالث. إذا نعود إلى مركزنا الرابع مع مصور، ناخذ جولة جميلة وصلت هناك من تحمل هذا المسار المتجدد. يا هل ترى حاملة رقم خمسة ومناك أربعة. على كل حال الغدوم وصلت هناك خطيرة خطيرة. خلفان بن سعيد المقيمي يتواصل أبو حمدان نحو هذه الأصالة المتميزة. والمركز الخامس نعود بالمتابعة، وصلت مرضية حمد بن جمعة بن خادم الرميثي. أما المركز السادس نتابع من على بعد الإشعار الذي يأتي بكل قوة، هناك الذي تأتينا رحبة بكل الانفراد الجميل عبد المحسن بن ناصر الهاجري. هذه الأسماء الذي تشارك النداء حتى هذه اللحظات، هذه الأسماء الذي تزين مسار المتابعة. ولكن وين العودة إلى ركب البداية؟ نعود مباشرة مع الصدارة الانطلاق الأول. راغب يا متشاهد الصدارة، إذا نعود إلى صدارة الشوط نتابع. هناك لا تزال الشاهنية هي المصدر الأقرب بفارق جميل. المتابع خميس بن عيسى المنصوري، ولكن نوادر لها رأي آخر بالتحرك، غادمة بكل قوة. عامر بن محمد بن عامر بن حميد المنصوري ولكن تتسلل عن طريق منصورة. نعم تتسلل منصورة إلى المستوى الثاني. وصل محمد بن أحمد بن عبد الله الرميثي على المستوى الثاني، والمركز الثاني تتراجع هناك. تابعنا هذا المسار عن طريق هناك نوادر، عامر بن محمد بن عامر بن حميد المنصوري. والمركز الرابع وين راغب لي المستوى الجميل والتحرك، ياتي على قدمه وساق على ما اعتقد مرضي قادمه، حمد بن جمعه بن خادم الرميذي من على بعد المسار. وبقيه الاسماء تابع هناك الرحبه او هناك من ياتي بالانطلاق. راغبنا خطيره خطيره، خلفان بن سعيد المقيمي او هناك يغوص هذا الشعار. ولكن مركزنا السادس عندك يا ابو ناصر عبد المحسن بن ناصر يتولى الرحبه بالمتابعه، وانا رحب اجمل ترحيب للمشاركه. هذه الاسماء الذي عديناها للمره الثانيه، رحله شاسعه بالفعل، اسماء تشارك. ولكن وين الثلاث الاوائل الذي بهن دائما يزين لهن اللقاء حتى هذه اللحظات؟ حوار جميل ما بين الثلاث الاوائل. فراد الاوين يا سلام، يا المنصوري يحكم هناك القبض على الانطلاق الاول، يسيطر بفارق جميل للغايه. السلال الشاهنيه على الانطلاق الاول مسيطره مسيطره، ولكن هناك منصوره وتهاني غادمات للمشاركه، غادمات بكل وقت.
نوادر او هناك نوادر ومنصوره على المستوى المتميز. حوار ما شاء الله جميل الغايه، ولكن دير البال يا ابو عيسى دير البال. خميس بن عيسى بن سعيد المنصوري يتولى الانطلاق الاول مع الشاهينيه. النوادر بدات تتسلل على المستوى الثاني، وصل هناك المرافق ابو محمد عامر بن محمد بن عامر المنصوري. المركز الثالث سير مع منصوره محمد بن احمد بن عبد الله. الرميثي على المستوى الثالث والمركز الرابع. راغبنا من على بعد يوم صورنا راغبنا الاسماء المشاركه، وصلت خطيره، وصلت وبالفعل انها خطيره للغايه. من يراغب خطيره بالمتابعه؟ خلفان بن سعيد بن خلفان بن حمود المقيمي غادم بحمدان بكل التحركات. ومركزنا الخامس وين عندك يا مالك مرضيه حمد من جمع الرميذي. المركز السادس وصلت هناك الرحبة الذي على المستوى السادس بالمتابعة عبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري. هذه الأسماء، هذه الشعارات التي تنطلق بأمل للمشاركة، ولكن بنعود إلى وين؟ خلنا بنعود ما هناك مع البداية. منصورة 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 تغير مسار الشوط، تغير مسار المتابعة. من يتولى الصدارة؟ يا سلام عليك، راح أبو أحمد على الانطلاق الأول محمد بن احمد بن عبد الله الرميذي، اذا صح التعبير بالمتابعه، حيث ان هذا الشعار عود جماهيره بانجازه الجميل والمتميز. تابعنا الشوط الاول عن رحله الابكار المحليات الاصايل، وكان سيد الانجاز الهبيبه، وهذا الشوط من لديه الانجاز عن طريق الابكار المسجنات الاصايل بدين نغادر لافته الكيلوين. ولكن منصوره بدات تحالف ان صرع الصدارة هناك على المستوى الأول، الشاهنية على المستوى الثاني. غادمة غدوم جميل لها حقوق منهوبة الطالب. خميس بن عيسى بن سعيد الرمي المنصوري على المستوى الثاني. المركز الثالث راغبنا، وصلت هناك نوادر نوادر. وصلنا عامر بن محمد بن عامر بن حميد المنصوري يتابع هذا المسار الى المستوى الثالث. اوه راغب لي اخوي، راغب لي اخوي، اشوف شيء خلف هذه الاسماء، اشوف خطيره خطيره. بسم الله تبارك الله، اسم على مسمى، اسم على مسمى. بدات تقترب رويدا رويدا الى هذه الاسماء المشاركه. من له الانتصار؟ يا سلام عليك يا ابو حمدان، غادم بكل قوه يقود خطيره بالمتابعه. خلفان بن سعيد المقيمي، ولكن وين؟ بعود الى المسار الاول، بسير مع منصور، مع منصوره، منصوره الذي شاركتني لها العديد والعديد من المشاركات، الذي لم يسبق لها هناك مثيل، لم تذوق الهزيمه. منصوره شاركتني بعد من مشاركاتها وحصلت على انجازات كبيره للغايه. اذا شكرا يا ابو احمد للمشاركه، بدينا نشارف هذا الاعلان. الكيل المتر الاخير، الكيل المتر الاخير، خلاص الاقتلاس مع منصوره. بدات تقود النصر الاول، بدات تطير بالشوط الاول للمهجنات الاصايل لسن الثنايا. ما شاء الله تبارك الله. يلا يا محمد، يا بن احمد، يا بن عبد الله، يا الرميذي، دير البال يا اخوي. اشوف المركز الثاني، وصلت هناك الشاهنية. خميس بن عيسى المنصوري والمركز الثالث، وصلت خطيرة. خلفان بن سعيد المقيمي المركز الرابع. هناك غدوم جميل الغاية، نوادر قادمة، عامر بن محمد بن عامر المنصوري، ولكن وين؟ يصير إلى البداية. ما شاء الله تبارك الله، أسعد الله صباحك بكل خير يا أبو أحمد. شكرا للمتابعة. محمد بن أحمد بن عبد الله الرميذي، سلام عليك سلام. ما صدرت الأوامر، ما صدرت الأوامر، انطلاقة ذاتي ما شاء الله، انفراد ذاتي، حيث أني
ذكرتكم بها لم تذوق طعم الهزيمة، والهزيمة ما لها درب عند هذا الشعار الذي اعتاد عليه الجميع. سلام للسمحة السلام، تحية لأبو أحمد، تحية الاقتراب إلى زاوية الخط النهاية الذي يرحب الجميع منصورة منصورة اسم على مسمى. تهانينا ونموذ بالمركز الأول لحظات الوصول. التهنئة لمحمد بن أحمد بن عبد الله الرميثي، شكرا يا أبو أحمد وسعد صباحا بهذا الإنجاز المتميز. المركز الثاني أيها حفل الكريم، هناك الشاهنية قدمت تشكر عليه خميس بن عيسى المنصوري. المركز الثالث، إذا مركزنا الثالث كان عن طريق بقيادة عامر بن محمد المنصوري على المستوى الثالث. ثم المركز الرابع إذا خطيرة خلفان بن سعيد المقيمي. والمركز الخامس، مركزنا الخامس والسادس، هناك نترك المجال للجنة خط النهاية لهم دور بالشكر والتقدير على حسن المتابعة نحو هذه الأبداعات المتميزة.